يسأل ويقول: قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالي هو: ما هو العلم المسبق عند الملائكة؟ وكيف عرفوا بأن هذا الخليفة أي آدم وجميع البشر سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، الملائكة توقعوا هذا من بني آدم لأن من سبق آدم في الأرض كانوا يفعلون ذلك، كانوا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، فهم ظنوا أن بني آدم يفعلون مثل فعل من سبقهم. والله جل وعلا يعلم ما لا تعلمه الملائكة، فعلم سبحانه أن في خلق آدم وذريته واستخلافهم في الأرض أن في ذلك مصالح تترجح على المفاسد التي تكون، فلذلك نفذ الله سبحانه وتعالى ما أراد وخلق آدم وجعله خليفة في الأرض، يعني خليفة لمن سبقه من كانوا على وجه الأرض.